تلقاو قد 6% اللي يقدروا مثلا فيها 1000 او 6% طابوا 120 سياره. 120 سياره ما نحكيش عليهم انا، نحكي على العباد اللي ياخذوا الترتيب الجماعي اللي هو في بلاصه وهي 29% لا 29% معناتها ضربا في الاصل اربعه من الاسئله، ساعات السياره تلقى فيها واحد برك. وهذه حاجه يتمنى ناخذوها بعين الاعتبار. ثاني حاجه تقول حي الحبيب، حي الحبيب راهم فما عباد فما متسنين، حي البحر اللي تعدى عليها باش يخرج لك كيلومتر كيلومتر ونص باش ياخذ ماهوش قاعدين ياخذ التاكسي الجماعي. هذه اصل، هذا حاجه. ثاني حاجه تقول لي محطه باش نحط انا 120 سياره ولا 200 سياره. الاصل الخيالي هو ان نبذل الطبقه اللي ياخذ الميتو هو الطبقه الضعيفه. الناس الضعاف اللي ياخذوا الميتو في الاصل الشيء. اكثر اللي ياخذ الطبقه المتوسطه اللي ما عندوش سياره ولكن باش ياخذوا سياره. قداش باش يقتلنا 120 سياره ونسكروا عليهم احنا. 120 سيارة باش نسدوا، كان البواب 17 متر و 16 متر و 20 متر باش يولي 5 متر منه و 5 متر منه إذا قيناه، ولي سيارة ما تتعدى. باهي شنو الحل هنا؟ الحل هو أن نضيقوا ونوسعوا احنا. بالنسبة للأول، بالنسبة للمحطات الانتقال اللي طلع عليها فيهم دي باركينغ وفيهم ما شاء الله، باهي هذوما، هل احنا إذا نحب نقصوا معدل السيارات ونحب نقصوا سيارات، هل المحطات هذه تدفع الكم هذايا الهائل؟ عادية باش نحطوا سيارات وقت نروحوا من البلاد. تقول لي محطين، محطة هنا ومحطة هنا، مش هنا، لأن في طريق تانيون شكون؟ طريق تانيون جماعة طريق تونس يهدوا طريق تانيون لأنه أسرع في البلاد. جماعة تقول لي يهدوا طريق تانيون، مش معناها راهو أن الناس تستعمل طريق تانيون أكثر، لا فما كتاب